تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك دعينا المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والعزه والرفعه